اهلا بكم في حلقة، فين الكاميرا؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معانا دقيقتين. طيب احنا دلوقتي هنتكلم في موضوع الجواز. الجواز بالنسبة لنا موضوع، اول ما تسمع سيرة الجواز بيجي في دماغك انك مفروض تجيب شقة وعفش والجو الحمضان ده كله. طيب احنا المفروض نعمل ايه اصلا؟ يعني انت فعلا المفروض تعمل ايه من وجهة نظر الشخصية التي لا قيمة لها؟ ان انت المفروض تختار. لو اخترت الموضوع كله هيبقى سهل جدا. لو اخترت ممكن لما تختار بنوتة بأهلها يقول لك يا عم اتجوز واحنا هنساعدك، مثلا يا عم الشقة اهي، اسكن في شقة ب 200 جنيه، اعمل اي حوار. فهو ده القصة بالنسبة لي، الاختيار. فاحنا لما نيجي نشوف في الواقع المصري البحت هتختار ازاي في مجال الشغل؟ بيقول لك ما تبدأش بيزنس الا لما يكون عندك 30 سنة. ليه؟ عشان تبقى جربت كل حاجة ويكون فكرك نضج، فتعرف تختار الوظيفة اللي انت هتكمل فيها حياتك. نفس الكلام من وجهة نظري التي لا قيمة لها، زي ما اتفقنا ان اختيارك مفروض يبقى لما تنضج. ويعني ايه تنضج؟ يعني ما يبقاش عندك شغف اللي هو انا هجيب دي وبعد كده اجيب دي وبعد كده اجيب دي زي الاطفال الصغنطتين. فانت بيبقى عندك قناعات بتاعتك وافكار بتاعتك بتجمعها كده، بتثبت لفترة من الزمن عشان تكون رأي معين عن حاجة. الرأي ده بيفضل ثابت. فهتختار مثلا بنوتة هيكون انت عندك 20 سنة. احنا لحد النهاردة كل يوم بتحس ان انت مش مستقر على حاجة معينة. فبستغرب جدا من الناس اللي بتتجوز في سن صغنطط اللي هو 20 سنة 18 سنة، بيكون لسه يعني هو شايف دي ان هي الواو. لما تكبر كمان كام سنة هيبقى عندك اختلاف شوية في آرائك. فانا شايف ان السن المحبب اللي هو 25 27 بيكون عندك استابيليتي في الاختيار. فالحمد لله يعني 4 3 يلا نشوفكم الفيديو الجاي.